الفحوصات ما قبل الزواج أصبحت ضرورة حتمية للمقبلين على هذه الخطوة من أجل تكوين أسرة سوية وناجحة في مجتمعنا. وهذا ما تم مناقشته منذ أيام، حيث بحث مجلس النواب مشروع قانون بشأن إصدار قانون الفحص الطبي الشامل قبل الزواج، وتضمن عددا من الإجراءات الطبية والنفسية والاجتماعية التي يقوم بها المقبلون على الزواج، منها إلزام المقبلين على الزواج بإجراء فحوصات طبية للحصول على شهادة طبية واستحداث قواعد بيانات دقيقة عن الحالة الصحية للمواطنين في سن الزواج. جاهزة؟ جاهزة. هفحص ديكي واشوف البدائل. ايش معنى؟ هتطمن يا اختي على كل المسائل. سبت ديكي بعد الفحص بشوية. ايش معنى؟ طلع ميح، هعمل ايه به يا عناية؟ ديكي هربان من الفحص ومش رايح. ايش معنى؟ شكله يا اختي خايف من الفضايح. قلت له ما تخافش وبهدي النفوس. ايش معنى؟ تعالى ده الفحص زي شكة الدبوس.